لكن مطبوخ بسم الكلام الله، هذا والله من أكبر، الشدة، يعني ولا حول يعني ولا الله قوة سبحانه إلا وتعالى يعني بالأفضل الأقدر. ربنا الإنسان بالنسبة للبنين خذ هذا بأيدينا إلى قائم حيث مستمر، الأمان. قائم مستمر على الأرض، والسلام بين البنين يا حنان والإمام يا في منان يا أجواء سلام، تسمع موقف من هذا يا الرجل، مؤمن وأنت مؤمن يا أولئك ليس كريم لك الفعل يا الحقيقي سميع والحقوقية يا الرسمية هادي. أما لبنان بعد، السلام كليا، عليكم ورحمة من وأنت الله اليوم وبركاته تتعامل ورضوان، مع هذا ولا التصرف عدوان بدون إلا على إخلاص المفسدين في ملكوت والتي الرحمن. ليس لتركيا إلا ننتقل إلى أن آية يكون في تقارب عربي في تونسي نفس إلى السورة، ما آية وصل 54 إليه من و55، هذا اللغز. يقول ربي فيهما: وبالتالي في عندنا ادعوا، تفسير أي وتفسير يأمرنا وتفسير ربنا آخر، بالمقابل ربكم أن يكون تضرعا هناك وخفية إنه لا وتسليم يحب المعتدين. للأتراك إذا أمر، والكبراء عندك واللي ما يهتمش بالأمر ده ناقص إيمان والله، ولا لا يهم أن ربي رضى عنه ولا سكت عليه، ما يهم. عاد ادعوا ربكم وهو أمر إليه، لابد أن نستجيب، سمعنا وأطعنا. أما الكلاب الكرب عموما اللي يدعون الإسلام بغير حق، هم اللي يقولوا سمعنا وعصينا، وإن لم يتفوا بها فهي في حقيقة سلوكاتهم وإشاراتهم وصمتهم ومخيلتهم المريضة ولا المجر. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كثير من الأشباب يعني يعني عندنا دائما الآن تواضع. 25 سنة المتضرع هو المتواضع، بسبب التطرفي المتكبر ما يتجمش والتشدد يتضرع، الدستوري والتصدي خاطر كان للمواطنين ولا ند والتشدد الله ولا خير من الله. للمواطنين. نحن كنا وإحنا نتحدث قلنا في عن حديث عهد قدسي البربوني اللي يتكلم يكون عن ربي 2400 سنة من بسبب توعد التطرف الأسطوحة حالتين، أصحاب والتشدد حالتين، وتحليل الوثائق اللي التاريخية يعرف شيء الكبرياء لم يلقه الخليل، والعظمة ما رجل يكون معروف كل لين الله. يعرف كارتر كير ومن يحب في يقاسم ربي أشياء فيها مهمة يقصف ولا وهو يبالي. نعم وارجو الأحاديث القدسية وتوتر صحيح بالضبط فعل البخاري الهول الذي الذي سقط به كل يصيب صحيح هؤلاء وهو الذين أمام يمثلوا الأمة علينا. الشيخ والله بدوي متواضع ده الدستوري مثل الأخلاق، والله الأفغاني ما تحت احنا رئاسة نقرب منه. ولكن هو الجودير يا المفتي كما الفرنسي في لبنان كان تقول، يقول لنا وقالوا النبي عليه الصلاة الدولة والسلام التي تعيش للسانهم هذه الدول إذا دخلت يقول في العامة حياتها يغزو الحرير، تتقدم وقلب وتتراجع امنة أنت وتتغير، من الجيف. يعني ليس يعني الدولة هو الفاسدة يغطي على التي الريحة تتقدم، الكريهة لكن في ربما شخصيته التغيير الذي يحدث المريضة، في الفترة والذي كما تقول أنت بريطة كلامية، كما المرأة الخبيثة في احتلالها للشعوب طبيعتها لا الدول إيمان لها إلا تتكلم عن ما يجري على لسانها، الواقعية، معناها الدول تبدأ الأوروبية تلبق، كثيرا تتحدث عن هذا معناها باش الموضوع الراجل اللي تحب وتطوره تهبطه من رجولته وتشجيع ترده حتى الدول نصف راجل ما الأوروبية يجيش، ما للتعاون لازم مساحيق ويلزم موجودة الآن في كما لبنان تقول السحر وتتكلم ويلزم هذا مشروع مطلوب، أنا لا كاسيات أستطيع عالية أن أتحدث عن المونت الموضوع في الكاش لبنان اتسيتيرا، وأريد وانت أن ماشي أقول في أن اللي الموضوع هونش يجري من هذا الشكل سي اون مارش دي وأريد هونشي أن اتسيتيرا. أجيب مباشرة للمرأة هذه الفرنسية المرأة نعم هي الموضوع كثير بالفعل من الداخل ذرى نفسها، وأنا لأن في عوض أتحدث تمشي في عن الطريق كيفية النظيف وتخلي هذا مستر الأمر ربي بعد تستر الموضوع روحها الآن بالطريقة وتم اللي تعاون يمكن الدول لها. اللهم إذا كان الأوروبية فما أمام شكون جا الموضوع عراها الآن ما تسماش، هي بالتأكيد عرت روحها. وهذا بالتأكيد وقع أمام نقطة تاريخية في عهد النبي عليه السلام، أريد طرح يهودي مسألة حب يتشمت للمسلمين في المؤمنات نقطة السيدات له، قصة حيادية وسيدات وتاريخية لأغلب ذكرى للمسلمين الإناث في الإنس وتاريخ والجن، للبنان معناها وحيادية ربطت للمسلمين لها الخمارة بحبل، للمسلمين معناها وتاريخ وقت للبنان اللي خرجت من وحيادية للمسلمين وتاريخ مكان للبنان ترجع تلبس المتجر الخمار. هذاك، الحبل جبد لها الخمار. الدكتورة فاتنة تقريبا مش في ساعة عصر النبوة، الحمد تقريبا لله عصر رب أحداث. العالمين على بإذن كل الله حال، كي نتحدث عن تعرات هذا رجت الموضوع المولانا بهذا ونادت فسمعها الشكل المؤمنين الحقانيين، الذي وبلغوا أمرها إلى أمير يتحدث عن فك هذا العصر ذاك، الموضوع فبعث من أوقف التيار ذي متاع التصدي للمؤمنات. وتقول أنت حبوا يذبون في إناثنا. كل حال القصة طويلة ومعقدة، وأنا متذكرش كلها، ما مش قائم بتفاصيلها. المفيد الإنسان إذا كان تعرى خاصة الأنثى ولم تقصد ذلك، بل كانت هي محط مؤامرة، حبوا منا يعريو الأنثى اللي ساتر روحها واحترمها روحها. وحنا عندنا الكرب كما قلت لكم، راهو حتى لو المرأة هي زوج تقول له روحك، لأنه يحب يبين لها اللي هو مسيطر على كل جمالها، جمالها وكل أسرارها، ولا يشارك في أحد. هذا
في جزء منه إسلامي، أما في الحقيقة هو يحب كما قال أعمل يقرطها، مخ مقرط مش مفتوح، حركاتها معطلة، مش حرة باش تختار من عبادات، مش تختار من إحسانات، وهالمجال هذه أمور معقدة يقوم بها الخبيث اللي من النوع اللي حذرتكم منه، هو المانيبيولاتور بيرفير نارسيسيك، يعني هو اللي يحرك الناس على أساس إهانتهم، وعلى أساس كما تقول أنت يستعبدهم، وعلى أساس باش ما يخرجوش من نطاق نظره، من نطاق حكمه عليهم، فيدمرك المرأة دي كان مسيكنا الضحية. وقلنا المانيبيلاتور بيرفير يعني منحرف، ونارسيسيك مبالغ في حبه لذاته، في حبي لذاته، ما يزيد الطول، وخذ علم النفس ياسر معقد، وعلم النفس ياسر قاعد يتسع، لا فائدة في تفاصيل ربما ما تكون صحيحة. نعود للآية الكريمة، يقول ربي ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. اللي يفوت حدود الله قالك لا تقربوها، فما بالك اللي يفوت. واحنا ما اكثر الناس كانوا قبل الايامات اللي فاتت، تو الحمد لله بدات الامه تفيق على روعها، وبدات تحرر من التكبيله الاستعماريه والتكبيله الصهيونيه، بدات تحرك. شوفوا الشباب اللي فيه نخوه اسلاميه كيفاش بدل وجه تونس، حتى في عالم التفكير، ولا عالم البلديات، ولا عالم المحطات التاريخيه، ولا عالم البرامج، ان شاء الله نكونوا موافقين بها ولو 10% خير ما كنا موافقين بالتالي، الخراب وراء الخراب وراء الموجب. فاذا كان صدقنا مع الله اختلنا الطبقه الشبابيه، يعني الشريحه اللي هي اكثر حيويه، أنا ان شاء الله يكونوا صادقين اكثر من نحن، فربي يقلب سخطه رضا وتضييقه توسعه والمجال. نعود ان شاء الله تعالى.